كنا نحضر في الأيام الأخيرة من عام 2017 نحضر لعقد مؤتمر استثماري في المحافظة، وقدنا على وشك، يعني كان مقرر له أن يكون في 10 ديسمبر، لكن جاءت استدعائي أنا إلى الرياض ثم تأخير المؤتمر هذا، ولا قد عملنا دعوات بشركات دولية وعربية من السعودية من الإمارات من عمان من أي دولة خليجية وبعض حتى من الخارج، كانوا يتصلوا بنا وقالوا بنساهم في المؤتمر وبيجون، وكانت المؤتمر قده على وشك يعني جاهز تحضيراته كلها، قد حضرنا من بينها حفزتنا هذا العقد هذا المؤتمر إلى عقد اتفاقية مجرد، وإحنا ما عندنا كلنا فلوس، لكن برضو دولة رئيس الوزراء وفخامة الرئيس وجهوا بأنكم اشتغلوا ونحن بنسدد إن شاء الله، وعملنا اتفاقية للطرق الداخلية الخربانة وبعض الطرق الداخلية موقفة من أول نتيجة الحرب، توقفت الميزانيات وكذا، فبدأنا نشتغلها، بدأنا نشتغل القاعات وننظمها ونرممها ونرتبها مشان استقبال المؤتمر لانعقاد فيها المؤتمر وانعقاد المخيمات للشركات المشاركة في المؤتمر، كل يعرض خدماته إيش اللي عنده، فبدأنا عمل هذا شبه مستكمل كان، ولكن للأسف الشديد بعدين تأخر. أنا أتمنى وأرجو من شيخ راجح محافظ محافظة المهرة الحالي أن يواصل التحضير لانعقاد هذا المؤتمر في المحافظة، لأنه سينفع المحافظة الكثير، ما شرط التجار يكونوا بس من الخارج، أيضا من الداخل اليمني، اللي من الجنوب اللي من الشمال عنده رأس مال ويريد يستثمر أهله وسهلة فيه، يقيموا مشاريع مثلا حوف جنة الدنيا في أرضه في الخريف، ما فيها ما تحصل استراحة ما تحصل هذا، كنا هذا المؤتمر بنوجه فيه الاستثمارات إلى هذه المناطق لإيجاد مرافق سياحية، فنادق الناس يحصلوا لهم سكان يحصلوا لهم أكل مطاعم نظيفة وممتازة وأماكن مرتبة، ولكن قدر الله ما شاء فعل، نسأل الله أن يواصل أخينا المحافظ هذه الخطوة ليستكملها إن شاء الله.